لا يسأل الناس أموالهم إلا من حاجة، حاجة ظاهرة وعليها وثيقة عليها حجة ولا لا. ولا كل من سأل وزعم أنه عليه دين أو عليه كذا أو كذا أو أنه غارب يصدق إلا بالبينة، هكذا بالبينة، شهادة اثنين أن فلان أصابه فاقة، أصابته جائحة، تعرض لنكبة مصيبة، حرق غرق سرق كذا، لابد. هذا اللي شرط لسؤال الناس أموالهم، فهي محترمة ومعصومة، ولا يجوز إنسان يأخذها بالحيلة والتملق والكذب، لا ما يجوز هذا، والإنسان ما يسأل. ولذلك قالت العرب السؤال مذلة ولو أين الطريق. الإنسان عزيز أعزه الله وأكرمه المسلم، فلا يذل نفسه بالحاجة للخلق في أمر تافه. مثل الآن جاء عند الناس أجهزة ووسائل تدل لهم الطرق وتدل لهم تغنيهم عن السؤال، هذا من فضل الله جل وعلا على عباده.